السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أول شيء الله يعطيك ألف عافية على الشروحات الجميلة اللي عملتها، عندي أكثر من استفسار. اسم البرنامج اللي بتسجل بيه، اسم البرنامج اللي بتعمل بيه مونتاج، السر إن الصوت واضح جدا ما فيهوش تشويش، إيه هو نوع المايك؟ طيب، بالنسبة للبرنامج اللي بسجل بيه، أنا بسجل ساعات ببرنامج اسمه كامتازيا، وده برنامج ممتاز جدا وبتقدر تعمل بيه مونتاج وبيقضي الغرض وممتاز. وساعات بسجل ببرنامج اسمه أو بي إس، ده برنامج ممتاز جدا في التسجيل، وبتقدر تسجل الشاشة أو تسجل جزء أو تسجل الفيديو الراجل اللي بيتكلم قدام الكاميرا. برنامج ممتاز جدا، فيه شوية مزايا حلوة قوي. وفي برنامج أنا بستخدمه في عمل مونتاج، لايت وركس، تمام، وكامتازيا في إن أنت تعمل مونتاج. في برامج تانية متخصصة أكتر من كده واحترافية زي أدوب أفتر إفكت، في كويس جدا، الناس كتير بتعمل بيه خدع سينمائية، إن هي مثلا تشيل الخلفية لو مش عاجباك. في كذا برنامج بتقدر تعمل بيه تسجيل ومونتاج. بالنسبة للمايك، اختار مايك يكون بيشتغل يو اس بي، يعني بيتوصل بالكمبيوتر في الوصلة بتاعت اليو اس بي اللي تحط فيها الفلاش. الوصلات التانية اللي هي بتبقى عبارة عن كابل مايك أو كابل صوت وتحطه، بيبقى الأداء بتاعها سيء، إنما اليو اس بي بيبقى جواه كمبيوتر بيفلتر الصوت ويخلي الصوت كويس جدا، وبعد كده لما بتدخله على أي برنامج من برامج مثلا زي كامتازيا أو أي برنامج آخر، بتلاقي في بعض الحاجات بتشيل صدى الصوت وبتشيل أي حاجة مش عاجباك. بس الأفضل إن أنت تبدأ من الأصل، إن أنت تختار مايك يو اس بي، وهو ساعات بيبقى غالي. ده المايك بتاعي اهوت، تمام، بس هو في مشكلة في الكابل، يعني أي حركة بيروح فاصل الصوت.